يا مراحب يا مراحب يا مراحب يا شيخ عابد، نورت. كنت خابر انك جاي، ما برضك مالك ده الغالي من غير قطر حديد. فين مالك يا ليل؟ وإلا روق روق يا ريس حمزة، مالك داخل شادد حيلك علينا كده ليه؟ لسه اليوم طويل والنهارده انا اللي اقول ايه اللي هيحصل. وميتة طلباتك ايه؟ شايف الناس العاقلة اللي عارفة مصلحتها؟ قصر يا ليل، انت لو دراعي دلوقتي واعمل لك اللي انت عاوزه، بس لو عرفت انك لمست شعره لسه بقول عليك راجل عاقل. النهارده انا هعمل ما بدالي، وانت هتقعد وتسمع وتقول حاضر، والا مش هتشوف اخوك تاني. امرك. وعاوز ايه؟ ناكلوا عيش وملح مع بعض الاول. انت هتقول ايه؟ انت شكلك مجنون زي ابوك. اكفي الخشمه، ده شرطي. نقعد ناكل لقمه مع بعض الاول وبعدين تسمع طلباتي. وانا موافق. موافق ايه؟ مش يمكن يسمونا عابد؟ ما تخافش، اكل معاكم من طبق واحد بيدي دي. وانا قبلت. خلينا نخلص هاد عمي. تفضلوا تفضل. حتى وانا عيل صغير لما كنت هقع من فوق سطح دار الكبير الجديد. سطح؟ ايوه السطح ده، المكان الوحيد اللي كان مزاره ولده بيدخلوه، وكانش حد من الحراس ولا من رجالته يهوى بناحيته. تقصد ان النفق ممكن يكون فوق؟ ايوه، دماغ الشيطانيه بتاعت مزار دي ما تفكرش غير كده، نفق من فوق السطح. ومستني ايه؟ مين على هناك؟ يلا حقكم عليا، بس قبل ما نبدا يعني في ضيف هيحضر معانا الوقت، ما تقلقوش، خير ربنا كتير.